برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم ومع اللقاء السابع من سلسلة مفاهيم تربوية. الحلقة السابعة أو اللقاء السابع بعنوان الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل قصة يعني من الواقع تجسد لنا بر الوالدين وأثره على الإنسان في حياته قبل مماته. القصة الموجودة أن هذه الأم المباركة مات زوجها ترك لها ابنا. هذا الولد يعني بدأت الأم تصرف، محتاجة تشتغل، اشتغلت في مهنة الخياطة حتى تصرف على ابنها ويعني تربيه أحسن تربية. تمر الأيام وهذه الأم المباركة ابنها يكبر ويكبر ويكبر حتى تخرج من كلية الهندسة، وصار بعد أن تخرج وعمل واشتغل أصبح ثريا غنيا، فأراد أن يرد هذا الإحسان من الأم إليها بعد وفاتها، فقد أكرمته وعطفت عليه ويعني أحسنت إليه، فأراد أن يرد هذا الجميل من باب الجزاء من جنس العمل. فالجزاء من جنس العمل هنا كان من الابن لأمه، وأيضا كان الجزاء من جنس العمل من الأم لابنها، يعني كان فيه إيه؟ يعني متبادل. طيب ماذا فعل هذا الابن المبارك؟ هذا الابن المبارك ما كان يترك أي باب للبر وأي باب للصدقات إلا يجعل لأمه فيها باب. وكان من أهم النقاط التي كان يعمل فيها مثلا حفر الآبار، البرادات المياه اللي هي الثلاجات اللي عند المساجد، كان يعني مغطي إذا كان المناطق كثيرة جدا، بل خرج يعني إلى أماكن أبعد من محافظته أو بلدته أو المكان الذي يعيش فيه. في يوم من الأيام كان عند المسجد، مسجد الحي، فوجد يعني ثلاجة أو براد من البرادات اللي موجودة، فقال سبحان الله، يعني بعد ما صلى وخرج لقى الثلاجة، قال سبحان الله، يعني أنا نشرت الثلاجات ديت موجودة في أماكن كثيرة جدا، يعني صدقة لأمي، وكيف أنسى أن أضع هذه الثلاجة، فقد سبقني بها يعني أحد الأشخاص. أثناء هو يفكر ويتساءل مع نفسه إذ بإمام المسجد ينادي عليه ويشكره على الثلاجة أو على البراد ده، فقال والله ما أنا الذي اشتريته. لا، قال بل أنت الذي اشتريته. قال كيف؟ قال جاء ابنك وأعطانا مبلغ من المال وقال هذا من أبي لتشتروا به هذه الثلاجة أمام المسجد. فلما يعني فسكت ورجع إلى البيت، فلما ذهب إلى البيت فقال لابنه لماذا فعلت ذلك؟ قال رأيت برك بأمك، اللي هي جدته، رأيت برك بأمك فأردت أن أفعل معك مثل ما تفعل مع جدتي رحمها الله. فقال له ومن أين أتيت بالمال؟ قال يعني ادخرناه من مصروفنا واشترينا به هذه الثلاجة وهذا البراد وأعطناه لإمام المسجد أو لإدارة المسجد، واشترينا هذه الثلاجة لتكون صدقة جارية لجدتنا باسمك أنت. الجزاء من جنس العمل. فلما كان الأب يبر هذه الجدة فوجد الابن يبره من ورائه. الجزاء من جنس العمل. فهذا من النقاط المهمة جدا، كل ما تفعله من خير مع أبنائك أو مع والديك ستجده، والجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن كانت الثانية فهي كذلك. نستفيد من هذه القصة الجميلة الرائعة الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، كما تدين تدان. وأيضا التربية بالقدوة، من أهم نقاط التربية التربية بالقدوة. فلما رأى الابن أن والده يفعل ذلك قام الولد أيضا بفعل هذا الأمر.
وهي من أعظم وسائل التربية، وسنتكلم عن التربية والقدوة في يعني في حلقة مختلفة إن شاء الله، يعني لاحقة بإذن الله تعالى. حق الوالدين عظيم جدا في حياتهما وبعد مماتهما أيضا، فلا بد أن نزرع في هذه النقاط في نفوس أبنائنا. باختصار، من زرع حصد، من زرع حصد، ستزرع البر، ستجد البر، ستزرع الخير، ستجد الخير، وخاصة بر الإيه؟ الوالدين. وكما ذكرت حضرتك سابقا بأن من أسباب التوفيق في الحياة، أول سبب بر الوالدين، أول سبب من أسباب التوفيق في حياتك هو بر الوالدين. السبب الثاني سلامة الصدر، إنك أنت لا تحمل غشا ولا حقدا ولا حسدا ولا غلا لأحد. النقطة الثالثة الاجتهاد في الأسباب. طيب، تعال نعلم ولادنا، أو تعالوا نعلم ولادنا كيف البر، وكيف نعلمهم مسألة البر. اذهب مع أبنائك لشراء هدية قيمة لجدتك أو لجدته، يعني لجدته، خله معاك وقول له عايزين نشتري مع بعضنا هدية لجدك أو جدتك، عشان مثلا في العيد او ندخل عليهم السرور، فيتعلم منك ان انت رايح معاه وبتشتري معاه وهو رايح يبر جدته. هتبص تلاقيه هو بعد كده هيعمل نفس الشيء معاك. ومهم جدا ان تجعل الابناء او البنات هم الذين يقدمون الهديه للجد او الجد. كيف ازرع البر في نفوس ابنائي؟ ما احنا بنشتكي من مساله البر، ان اولادنا لا يبرون. كيف أزرع البر في نفوس أبنائي؟ عندما ترى والديك قبل رأسهم وقبل أيديهم أمام أبنائك، فيتعلمون منك هذا السلوك، فهذه نقطة مهمة. أيضا كن حريص دائما أنك تحكي لأولادك عن قصص عن بر الوالدين، قصص عن بر الوالدين، واهتم بهذه القصص. ومن النقاط أيضا المهمة أنك تستثمر المناسبات، الأعياد، رمضان، واحنا داخل اهوت يعني شهر رمضان باذن الله تعالى، الاعياد، تشتري كيك، تشتري كعك، تشتري حلوى، واذهب لوالديك وخد اولادك معاك وهم يحملوا هذه الهدايا. في هذه الحاله يشعرون بدفء الحياه الاسريه والاسره والمجتمع، ويتعلمون منك التعلم بالقدوه. عندي هنا في هذه الحلقه ايضا موقف مرتبط ببر، مرتبط بتربية الأبناء، وهو خلق الشجاعة. وهذا سبحان الله، هذا الموقف الذي سأذكره لحضراتكم الآن، إن لم أكن يعني أو في تخريج الحديث بأنه هو في البخاري ومسلم لقلت أن هذا الكلام يعني غير صحيح، ولكن هذا الكلام صحيح. يحكي هذا الكلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، في غزوة بدر، أنا واقفين بقى في القتال، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار، تمنيت أن أكون بين أطلع منهما. يعني أنا رايح أحارب ورايح القتال، أبص على يميني وأبص على شمالي ألاقي ولدين صغيرين، أنا داخلين حرب، أنا هنحارب المشركين والكفار وفيهم أبو لهب وأبو جهل، وقصة طويلة عريضة. بس الموضوع ما خلصش على كده. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ الموضوع مش يعني، وبعدين فيكم بقى، أنا كويس إن أنا ساكت إن أنتوا جنبي أنتوا الاثنين. فغمزني أحدهما فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ عايز منه إيه يا أبو جهل؟ قال: أخبرت أنه يسب، إن هو أبو جهل، أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت بقى الأولاد، ولد صغير عامل إزاي، طالع في الجهاد ويعني على يمين صحابي جليل، وقال له: فين أبو جهل؟ أنا سمعت إن هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش هسيبه النهاردة. والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، يعني لو شفته يعني هقطعه، حتى يموت الأعجل منا، الأعجل منا، الأسرع منا، يعني كل واحد بقى يخلص على الثاني في الايه، في القتال ده. فتعجبت لذلك، انا سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فتعجبت لذلك يعني معايا ماشي. فغمزني الآخر
خلص. فكمزني الآخر، فقال لي مثلها نفس الكلام. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فبقول أنا شفت أبو جهل، فقلت له ما هو أبو جهل هناك هو، روحوا له. فانطلق عليك السهم فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له احنا قتلناه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيكما قتله، مين اللي قتلوا فيكم؟ كل واحد بقى يعني عايز يفوز بهذا الشر، قل أنا اللي قتلته، أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفكما أو سيفيكما؟ قال لا. فنظر إلى السيفين فقال كلاكما قتله، الدم بقى نازل كده، فقال كلاكما قتله. ولادنا تخيلوا بقى، دول ولدين في غلامين، ما هو في إذا أنا بغلامين من الأنصار، 9 سنين، 10 12 11، يعني سن صغير جدا، فإذا بغلامين من الأنصار، يبقى مسألة الشجاعة دي وهذا الخلق الجميل لابد إن احنا إيه يعني نعمل به ونعلمه لأبنائنا في حياتهما. طيب عايزين نوضح مفهوم يعني مهم جدا لأبنائنا، أن الشجاعة لا تعني التهور، فالشجاعة هي وسط بين التهور والجبن، يعني عشان تكون إيه المسألة منتهية. ونعلم أولادنا أن الشجاعة تستمد من الله، تستمد من كتاب الله، تستمد من ديننا، لا تستمد من العائلة ومن القوة لا. كتاب اليوم حتى ننهي هذه الحلقة يعني الشيقة، كتاب ركائز في تربية الأبناء، كتاب ركائز في تربية الأبناء، وهذا الكتاب صغير الحجم حوالي 25 أو 30 ورقة، ولكن مهم جدا ويعني مركز جدا، هو فعلا اسمه ركائز ومركز، للدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر، هو مدرس بالمسجد النبوي، كتب فيه عدة ركائز في تربية الأبناء، بدأها من اختيار الزوجة مرورا باختيار الاسم والأخلاق التي يجب أن تكون من الموضوعات المهمة في هذا المجال. انتهينا بفضل الله عز وجل من الحلقة السابعة، والحلقة القادمة بإذن الله تعالى أيضا حلقة مهمة سنتكلم فيها بإذن الله تعالى على مسألة النفقة على الزوجة والأولاد، كيف تكون وأجر هذه النفقة، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله في أولادنا وفي أزواجنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.